وهو المعروف بحديث الأعرابي الذي أفطر في نهار رمضان وجاء يقول للنبي صلى الله عليه وسلم هلكت، وهو الحديث الثامن، حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله هلكت. قال: ما لك؟ قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم، وفي رواية: أصبت أهلي في رمضان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تجد عتق رقبة؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع صيام شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع إطعام 60 مسكينا؟ قال: لا. قال: فمكث النبي صلى الله عليه وسلم فبين يقال في العربية فبين ويقال بينما تحذف الميم، فيقال بين نحن، بينما نحن جلوس، بينما. قال: بين فبين نحن على ذلك أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، والعرق المكتل، والعرق المكتل مثل ما يقال القفة أو الزنبيل، والعرق المكتل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أين السائل؟ قال: أنا. قال: خذ هذا فتصدق به. فقال الرجل: على أفقر مني يا رسول الله، على أفقر مني يا رسول الله، فوالله ما بين لابتيها. اللابة هي الحارة، الحارة، اللابة، الحارة، المنطقة، هذه حارة عين الشق، ها، تلك حارة سبتة، وتلك حارة بالمدون، وتلك حارة وهلم جرة. والله ما بين لابتيها، أي لابتي المدينة، المدينة لها لابتان. والله ما بين لابتي المدينة، أي بين حارتي المدينة، أهل بيت أو أهل بيت أفقر منا. يقول الأعرابي يريد الحرتين: فوالله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر من أهل بيتي. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال: أطعمه أهلك. حديث مشهور فيه هذه السطور، ويعد من الأحاديث المتوسطة في حجمها، لا هو بالحديث الطويل ولا هو بالحديث القصير. أبو هريرة رضي الله عنه يروي لنا هذا الحدث، وأحداث التاريخ في الحديث النبوي هي أصدق الأحداث مع أحداث القرآن، فلا أحداث أصدق من أحداث القرآن التي يقصها علينا القرآن. حدث لقوم كذا كذا، حدث في المكان الفلاني كذا، كان للنبي كذا، هذه الأحداث وتواريخ، فهي أصدق التواريخ في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة الثابتة المعتبرة عند أهل الحديث بأسانيدهم المتصلة بنقل العدل الضابط عن مثله من غير ما شذوذ ولا علة قادحة. تلك هي الأحاديث الثابتة، فهي من أصدق روايات التاريخ. أعرابي دخل على النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله هلكت، يا رسول الله أهلكت. قال: بين أو بينما، ويأتي بعد بينما وبين إذ، بينما نحن جلوس إذ طلع رجل، هكذا في العربية، بين نحن جلوس إذا برجل، إذا برجل، وهذه إذ أو إذا تسمى الفجائية،
إذ أو إذا الفجائية في اللغة العربية تكون بعد قولنا بينما بينما نحن جلوس بينما دخلنا مكانا إذ بنا نجد فيه فلانا وفلانا وفلان هكذا العربية. فبينما هم جلوس دخل هذا الرجل الذي سمته بعض الروايات سلمة البياضي وفي بعض الروايات سلمان البياضي، قال بعض أهل الحديث ليس سلمان إنما هو سلمة، لا يوجد في الصحابة سلمان إلا اثنان، سلمان الفارسي وسلمان بن عامر الضبي، هما اثنان كما صرح أهل الاستقراء. من هم أهل الاستقراء؟ هم العلماء المستقرئون لعلم من العلوم، يسمون علماء الاستقراء. ما هو الاستقراء؟ هو التتبع والجمع والإحاطة بأمر من الأمور، فيسمون مستقرئين. يقال استقرأ أحاديث الباب أي اطلع على جميع أحاديث الباب، استقرأ موضوعا معينا أي اطلع على جميع جزئياته وتفاصيله، فيسمون أهل الاستقراء. هكذا هو وصفهم هؤلاء العلماء. قالوا سلمان، لا يوجد إلا سلمان الفارسي وسلمان بن عامر الضبي، وأما الرجل فهو سلمة البياضي، هو الذي وقع في هذا الأمر، فهو الذي غلبت نفسه في نهار رمضان ووقع في المحظور وارتكب المفطر من المفطرات في رمضان. والرجل جاء معتذرا سائلا عما يخلصه، وذاك هو شأن أهل الإيمان، إذا ظلموا أنفسهم وإذا أخطأوا وإذا أجرموا وإذا خالفوا الصواب جاءوا يعتذرون، يبحثون عن خلاصهم، يبحثون عما ينجيهم، يبحثون إن كانت لهم مغفرة أو كانت عليهم كفارة يكفرون بها ما ارتكبوه في حالهم هذه. والمقصود أن الرجل لما دخل بادر النبي بالكلام عليه الصلاة والسلام، الرجل يبادر النبي بالكلام، قال هلكت، في بعض الألفاظ هلكت وأهلكت، هلكت لأنني وقعت في المحظور، أهلكت أي أهلكت زوجتي، فهو لازم ومتعدي، هلكت لازم وأهلكت فعل متعدي، أي هلكت نفسي وأهلكت غيري وهي زوجته. وقضية وأهلكت وردت من بعض الطرق يتوقف فيها المحدثون ولا يثبتونها، لكن الصواب أو الصحيح أنه قال هلكت، هلكت أي وقعت في الإثم، وقعت فيما حرم الله علي، وهو أنه وقع في المباشرة في نهار رمضان. في عند مسلم لفظ قال الرجل احترقت، شوف العربية كم هي واسعة، هلكت، احترقت، احترقت الحريق معروف، لكن هل احترق بالنار؟ لا، احترق بالفعل المخالف للصوم، وهو أنه وقع في المحظور وهو الجماع في رمضان وهو صائم. قال احترقت، قال النبي عليه الصلاة والسلام له ولما، ولما احترقت؟ قال وطئت أهلي في رمضان نهارا، وهذه صريحة، وطئت أهلي في نهار في رمضان نهارا، وهو المحظور الذي يمنع منه الصائم، وذلك أن الصائم يصوم عن الشهوتين من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. والمقصود أن الرجل جاء يبحث عن حكم الله فيه، وأن الرجل قد وقع فيه في المحظور، ف
ففي هذا الحديث أن الإنسان يتعين عليه أن يسأل عن علم ما يفعله إذا كان مخالفا للشرع، وهي صفة للمسلم أن يسأل عما فعله لعل ما فعله كان مخالفا للشرع، لعل ما فعله كان خلاف الكتاب والسنة وخلاف الأدب الشرعي أو خلاف الأحكام فيقع في حرام لا ينبغي له الوقوع فيه. فالحديث فيه وجوب السؤال عما لم تعلمه أو عن علم عما فعلته مما يجوز أن يكون مخالفا للشريعة، فأنت تخاف من سوء العاقبة، وذاك هو وصف المسلم أنه يخاف من سوء العاقبة. فجاء يسأل، وفي هذا الحديث جواز إظهار المعصية لمن أراد الخلاص لنفسه وأراد أن يبحث عما يكفر عنه عن معصيته ويكون مغفرة لمعصيته ويتدارك به نفسه، ففيه جواز إظهار المعصية، لكن تظهر المعصية لمن ترجو أن يفتيك بفتوى صحيحة أو بعلم نافع فيما وقع لك، لا أن تبوح بهذه المعاصي وتشهرها وتعلنها للناس. فالعصاة لا ينبغي لهم أن يجهروا بالمعاصي، فإن الله يغفر للمتسترين ما لا يغفر للمجاهرين، وقد قال عليه الصلاة والسلام: كل أمتي معافى إلا المجاهرين، كل أمتي معافى إلا المجاهرين. وذلك أن المجاهرة بالمعصية هي تحد ومحادة وإعلان للفسق جهارا نهارا، يتحدى فيه هذا الفاعل، يتحدى العباد ويتحدى البلاد، ولا يرعوي ولا ينزجر ولا يختشي ولا يستحي. فإذا التستر مطلوب، وقد يغفر الله لك إذا تسترت، لكن هنا جاء السائل يسأل النبي عليه الصلاة والسلام، فإن جاء سائل يسأل أهل العلم فهي على أصولها. أما أن تفخر أو تذكر معاصيك لغيرك، وذهبت وفعلت وأخذت وذهبنا ورأينا، لا، هذه تسمى المجاهرة، والمجاهرة لا يحبها الله عز وجل. إذن فيه جواز إظهار المعصية إذا رجوت أن يخلصك من تبوح له بمعصيتك، يخلصك من إثمها وعاقبتها، وليس الخلاص بيده، احنا ما عندنا الخلاص بأيدي العلماء، الخلاص الذي بأيدي العلماء هي العلوم الشرعية وهي أحكام الله، قال الله لك وقال نبيه لك، ما عندنا هذيك المعروفة عند غيرنا، سيخلصك سوف يخلصك، أعطيه تعال إليه كن معه في هذا المخدع وسوف تسر له بأسرارك فيخلصك، الذي يخلص العباد من آثامهم وذنوبهم هو أن يلجأوا إلى الله ويستغفروه، فإن رجعوا إلى النبي فلكي يبين لهم حكم الله ولكي يبين لهم سعة مغفرة الله. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فإذا يجوز لك أن تفعل هذا الشيء، وهو أن تلجأ إلى من تسأله عن معصيتك، عن إثمك، عن مخالفتك، عسى أن تجد عنده ما يخلصك من إثمك ومعصيتك، فيقول لك توب إلى الله أولا، ويقول لك هذا شيء استر نفسك يسترك الله،
ولا تبوح ولا تجاهر ولا تفشي ولا تقول، ويكون الجواب من أهل العلم بحسب ما يكون من العبد من معصية، فإن كان مما يترتب عليه شيء فيه حد من حدود الله فينبغي أن يسترها وأن لا تصل إلى الحاكم، لأن إذا وصلت إلى الحاكم فلا شفاعة في حد من حدود الله. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث المشهور قال: ومن أصاب من هذه القاذورات شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له، ومن لم يعاقب فهو إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. من أصيب، من ابتلي بشيء من هذه القاذورات وهي الذنوب التي تترتب عليها الحدود، سرق هناك حد للسرقة، زنى هناك حد للزنا، شرب الخمر هناك حد لشرب الخمر، قذف هناك حد للقذف، حارب، ما معنى حارب؟ ها؟ قطاع الطرق، الله يفتح عليك، أنت جيد أنت الطالب. يا مرحبا يا حاج، الله قال الحاج قطاع الطرق، الأستاذ هذا قطاع الطرق، ويسمى قطع الطريق يسمى الحرابة. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، هذو المحاربون، قطاع الطريق، يقطع طريق رجل، يقطع طريق امرأة، يأخذ هاتف هذه ويأخذ هاتف هذه، لهم أحكام، وسماهم الشارع محاربين، لأن الذي يقطع الطريق يقطع على الناس الأمن والأمان، فهو محارب لله ورسوله. وحديث العرانيين في الصحيحين معروف، وأن النبي عليه الصلاة والسلام عاقبهم عقابا شديدا لأنهم قطاع طريق، قتلوا الراعي ونهبوا الإبل وحاربوا الله ورسوله وقابلوا الإحسان بالإساءة، وهو حديث العرانيين في الصحيحين. وإذن عندنا هذا الحديث فيه فائدة من هذه الجهة، وفيه أيضا أنه لا يجب تعزير الواقع في شيء من هذه المعاصي، فإذا كانت قد وجبت عليه الكفارة وجبت عليه الكفارة فلم يعزره النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما الكفارة هي حكم من أحكام الله، حكم من أحكام الله، وذلك ما حكم به النبي فهو حكم الله. خصنا مدير ديال إذاعة التلفزيون.
بعثه مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم انك حميد مجيد. وبارك ففي الحديث عدم تعزير النبي له. التعزير معناه التأديب، التعزير معناه التأديب، والتعزير هو من أساليب العقوبة في الشرع. فما لم يرد فيه حد من حدود الله قد يلزم فيه التعزير، والتعزير موكول إلى الحاكم وإلى القاضي وإمام المسلمين، هو الذي يكون الأمر إليه، فهذا يسمى التعزير. فلو أن رجلا لم يقع في الفاحشة تماما ووقع في مقدماتها يعزر، ولكنه لا يجلد إن كان بكرا، لا يجلد لأنه لم يقع، لكن حصلت منه مقدمات الفاحشة فهذا يعزر ولا يجلد، لا يجلد حد البكر. فإذا التعزير لم يعزره النبي عليه الصلاة والسلام، وأوجب عليه الكفارة كما سيأتي، وأن عليه القضاء لليوم الذي أفطر فيه، وعليه الكفارة التي جاء مصرحا بها في الحديث، وذكر النبي له خصال الكفارة وهي ثلاثة مرتبات. ثم إن هذا الرجل الذي وقع في هذا الأمر، سياق الحديث والقصة يقتضي أنه جاء مستفتيا معترفا بالهلاك، يقول هلكت معترفا بالهلاك، فيقتضي أنه عالم بالحكم، وأنه لا يجوز له أن يقع في معاشرة أهله في نهار رمضان، فهو عارف بالحكم لأنه قال هلكت، فمعه علم ومعه ندم، والندم توبة، إذا ندم العبد فهو تائب، فهو قد دخل في طريق التوبة. إذن عالم هذا الرجل، نادم، تائب، فلو فرض عليه التعزير فإن التعزير عند أهل العلم هو ضرب من الاستصلاح. ها، التعزير استصلاح. ما معنى استصلاح؟ طلب الإصلاح، يسمى الاستصلاح. استفعل في العربية هي الطلب، استخرج، استنبط، استنكف. لن يستنكف المسيح ويكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. است ألف سينتا، فين ما تشوفها في اللغة معناه الاستدعاء والطلب، الاستدعاء والطلب. إذن التعزير هو استصلاح، وهذا الرجل لا نريد نحن له الاستصلاح، فهو رجل في الأصل معه صلاح، لكن الصالح يقع في المعصية ويقع في المخالفة وتصدر منه الهنات، ولو كان صالحا، فالصالح عدل لكنه ليس معصوما. الصالح من العباد عدل ولا مش عدل؟ عدل، إذا استجمع شروط العدالة فهو عدل، فهو رجل يحافظ على حدود الله ويأتي بالفرائض ويجتنب المناهي ولا يكذب وليس في دينه خربة ويحضر الجماعة ولا يقع في هذه تلك الموبقات، فهذا الرجل يسمى عند أهل العلم عدلا. فالعدل عدل ولكنه ليس معصوما، فقد تقع من الرجل العدل الأمور التي هي خلاف الشرع، يقع في معصية، يقع في حاجة أو هنات تقع له، والواجب أن يتوب وأن يرجع. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم
ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. فإذا التعزير استصلاح ولا استصلاح مع الصلاح، فهذا هو السياق. ولو أن الأمر كان هكذا على كل أحد ارتكب شيئا من المخالفة فإنه يجب عليه أن يعذر، لترك الناس استفسار العلماء. لو وجب التعزير على كل مستفت فيما وقع فيه من جرم أو معصية لأحجم الناس عن سؤال واستفتاء العلماء، يبقاو يجيو عند العلماء يقول لهم أنا درت، أنا كتب علي الله شربت الخمر في واحد الليلة ما عملي شربت الخمر، ومشيت مع شي ناس غواوني وقالوا لي ذوق ما ذوق، وشربت الكاس الأول والكاس الثاني وسكرت، وأنا رجل أصلي وصاحب قبلة وصاحب ما عندي هذه الأشياء. فهذا الرجل إذا جاء مستفتيا ووجد من يأخذ بيده سوف يدله على التوبة ويدله على طريق الله ويبين له أنه يجب عليه أن يقلع وأن لا يعود وأن لا يصاحب السفهاء. فأكثر الآفات تأتي إلى الرجال من مصاحبة السفهاء ومن مصاحبة من ليس عنده أدب ولا خلق ولا دين، هم الذين يفسدون الرجال. فالرجال يفسدون الرجال والنساء يفسدن النساء، وكله راجع إلى فضول الرفقة التي يشار إليه دائما. فالفضول كم هي؟ أربعة: فضول الكلام وفضول النظر وفضول الرفقة وفضول الطعام، هي أربعة. من نجا من هذه الفضول الأربعة فقد نجا من الشر. ومنها فضول الرفقة، هذه الرفقة الزائدة، هذه الصحبة الخاسرة. فهو الرجل على هدى من أمره وعلى استقامة، فيأتيه من يفسد عليه دينه. وهذا باب كبير يحتاج إلى وقوف طويل. فالرجل يصبح من أبناء الخمسين ومن أبناء الستين ويبتلى برفقة سيئة تخرجه عن الخط ويتجاوز حدود الله. والمقصود أنه لو وجب التعزير على كل مخالف للشرع لأحجم الناس عن سؤال العلماء، هذا هو الجملة المختصرة الخلاصة، لأحجم الناس عن سؤال العلماء. بقاش يجيو يسولوا العلماء، يا سيدي أنا عندي قضية، جاءت امرأة قالت وقع مني وقع مني، يا فلان أنا كذا كذا كذا. ثم المسؤول أمين ولا مش أمين، مستأمن ولا لا، وهل المستأمن يخرج أسرار الناس؟ لا، المسؤول مستأمن. يا مغسل الأموات، يا مغسلة الأموات، إنكما مستأمنان فلا تخرجان الأسرار. وجدنا الميت كذا، خرج منه كذا، شممنا رائحة كذا، فمه كذا، عيونه كذا. هذا الكلام خاطئ، ما تجبدوش. غسلت ميتا، خيط فمك بإبرة وخيط، والزم السكوت أيتها المرأة، هذه المغسلة لا تكوني ترتارة، أيها الرجل لا تكن ترتارا. وإذن لا تعزير على من جاء يستفسر عن معصية وقع فيها، والدليل أمامنا وهو حديث الأعرابي. لكن يوجد بعض أهل العلم أوجبوا عليه التعزير. طيب الحديث النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمر بتعزيره، قالوا نعم، النبي عليه الصلاة والسلام رأى فقره فأعطاه ما يسد به فقره، وأن عليه القضاء والكفارة، وأنه لا يمنع أن الرجل بحاجة إلى تعزير، والنبي هو ولي الأمر وهو الحاكم، فهو إمام الصلاة وهو إمام القضاء وهو إمام الدنيا وهو إمام الآخرة صلى الله عليه وسلم، فهو الإمام في كل شيء. ولذلك رأى أن لا يعزر هذا الأعرابي.
لكن الأمر موكول إلى الحاكم، إن شاء عزره وإن شاء تركه. والأصل هو عدم التعزير، لأن التعزير في حق السائلين المستفتين عن معاصيهم إذا ثبت أو لزم فإن فيه مفسدة عظيمة، ولذلك ليس فيه تعزير. وفي هذا الحديث أيضا أن الأعرابية استعمل الكنايات، استعمل الكنايات، والكنايات تستعمل فيما يستقبح من ظهوره. الأصل في الشرع ألا تصرح ببعض الألفاظ، ألا تصرح ببعض الألفاظ التي في الأصل يخجل الإنسان من ذكرها ويستحي الناس من ذكرها، فلا تصرح بها. ومقابل التصريح يسمى الكناية، مقابل التصريح ماذا يسمى؟ الكناية. فتكني ولا تصرح، مسست أهلي، مسست أهلي، قارفت أهلي، جاوزت الحد ومسست امرأتي، هذه كلها كنايات، كلها كنايات، وهي كنايات عن الجماع. فالأصل أن الأدب أن تكني ولا تصرح، لكن إذا احتجت إلى التصريح فليكن التصريح، ولا تحتاج إلى التصريح إلا إذا كنت في محكمة أمام قاض شرعي يطلب منك التصريح ليتبين له الحكم. ففي المحكمة لا توجد كنايات، يوجد التصريح، والقاضي يطالبك بالتصريح، يريد أن يتبين الأمر ليحكم بناء على ما يسمع. وقد كان ماعز الأسلمي قد زنى في العهد النبوي، وجاء وقال إن النبي سوف يطهرني، وقال له الناس اذهب إلى رسول الله فإنه سيطهرك. فجاء أخذ النبي يصرفه، وذاك منهج نبوي رشيد صاحب الشريعة عليه الصلاة والسلام، ما كان يحب أن يصرح الناس بالمعاصي وأن يصرح الناس بالموبقات والآثام والمقترفات والفواحش، ما كان عليه اسم يحب التصريح بذلك. ولذلك قال لماعز الأسلمي لعلك غمزت، لعلك قبلت، لعلك لعلك، وهو يصرفه عن الاعتراف بالزنا. وأربع مرات اعترف ماعز بأنه زنى. ماذا قال ماعز؟ قال يا رسول الله إن الآخرة زنى. عاد صرح بها، ما معنى الآخر؟ ها؟ لا 28 هنا فاتك هذه، واعر عليك هذه 28. ها؟ هو ماعز، لكن ما معنى الأخير؟ ها يا عرب يا مغاربة، أشتي شحال أنتم تبارك الله. ها؟ ما في صراحة ولا في بعضهم يقرأها إن الآخرة، تدل المد، لحن في الحديث، واللحن في الحديث صعب. وقد قال عليه الصلاة والسلام
من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. عدل بعض أهل العلم كالأصمعي وجماعة من أهل العلم واللغويين أن الذي يلحن في الحديث يكون قد كذب على النبي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لا يلحن في اللغة. فإن قرأت حديثه وقلت قال رسول الله ولحنت في الحديث نسبت اللحن إلى النبي عليه الصلاة والسلام، نسبت الخطأ في اللغة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وهو لا يلحن، هو خير من نطق بهذه اللغة وخرجت من لسانه وشفتيه وريقه الشريف صلى الله عليه وسلم، وشرف وعظم وكرم. الأخير بمعنى الحقير، بمعنى وعقلوا عليها، ما نجيش من بعد شوية ونسول عليها تحت ما يجوب، حفتوها، معناها الحقير. إن الأخير أي الدنيء السفل الحقير زنا. عبد السلام، الدنيء هو الذي وقع منه هذا الشيء. ما صرح إلا بعد جمل وبعد أخذ ورد في الكلام، وبعدما حاول النبي أن يصرفه عن الاعتراف ويقول له لعلك غمزت، لعلك قبلت، لعلك لعلك. فإذن الأصل هو الكنايات وليست الصراحة، هذا الأصل. فصريح العبارة هو المواقعة والإصابة، هذه المواقعة والإصابة هي كناية عن النكاح والجماع والاستفاد. فتوجد عدة ألفاظ تفيد صريح الأمر، لكن يستغنى عنها أدبا بما يسمى كناية. وفي هذا الحديث وجوب الكفارة بإفطار المجامع عامدا، لأن الرجل كان عامدا ولا ناسيا، وهل ينسى الصائم ويجامع؟ هذا إن وجد فهو نادر أو منعدم وقليل لا يقاس عليه. أكثر العلماء لا يعذرون المجامع في رمضان بدعوى أنه نسي. ينسى الإنسان ما عهده وهو الطعام والشراب، لكن الجماع لا ينسى فيجامع في وسط رمضان. فإذا فيه وجوب الكفارة بإفطار المجامع عامدا، وهو مذهب أكثر العلماء وهو مذهب الجمهور، والذي همنا هو هذا وليس غيره من الأحكام أو الخلاف الذي يوجد بين العلماء، وأن عليه قضاء أيضا، فهو يقضي اليوم ويكفر. ورتب له النبي عليه الصلاة والسلام خصال الكفارة، قال وما أهلكك؟ قال واقعت أهلي أو وطئت أهلي في رمضان، في نهار رمضان أو في رمضان نهارا. قال هل تجد عتق رقبة؟ وبدأ بالرقبة قبل غيرها، وهي عتق رقبة مؤمنة يسلمها إلى يعتقها فتكون كفارة له ويعيد اليوم، يقضي اليوم. فرتب له خصال الكفارة. قال لا. قال هل تستطيع صيام شهرين متتابعين؟ قال لا، والنبي لا يزيد معه ولا يكثر عليه ولا يستفسر عن أحواله. قال لا. قال لا. قال في الثانية لا. قال لا. وقال في الثالثة هل تستطيع إطعام 60 مسكينا؟ قال لا. فمكث، فوقف الرجل. هنا وقوفه إما لأجل أن النبي عليه الصلاة والسلام ينتظر أن ينزل عليه وحي، وهذا يجري في عادات تاريخ النبوة والبعثة، أن النبي عليه الصلاة والسلام ينتظر وحيا ينزل عليه في نازلة من النوازل. فمكث النبي ومكث الرجل أمامه ينتظر، إما أن النبي ينتظر نزول الوحي عليه الصلاة والسلام، وإما لينظر في أمره ويقول له الجواب المناسب في قضيته هذه.
المجامع ناسيا هل يفطر وتجب عليه كفارة أم لا؟ توجد مذاهب، هناك من عذره من أهل العلم، والصحيح أن مشهور مذهب مالك أنه لا كفارة عليه، وهو قول أكثر أصحاب مالك، لكن ذهب المالكية إلى إيجاب الكفارة على المجامع ناسيا إن ثبت أنه نسي وجامع ناسيا، فعند المالكية أنه تجب عليه الكفارة، وروي هذا عن عطاء وعن الإمام مالك. فأحيانا تجد للإمام مالك أقوال في مسألة معينة، وتجد مشهور المذهب كذا، وذهب بعض المالكية إلى كذا، والمعتمد في المذهب كذا، والذي عليه عامة أهل المذهب كذا. توجد مصطلحات ينبغي أن يتنبه إليها دارس الفقه، فلا يقول هذا متناقض، مالك قال لا تجب وهنا قال تجب الكفارة على المجامع ناسيا. لا، يوجد مذهب مالك المشهور أنه لا كفارة عليه، وعند المالكية أنه تجب الكفارة على المجامع، وهي رواية أيضا عن مالك، فتحصل في ذلك أن عن مالك توجد روايتان في المجامع. ويستدل على الوجوب، على وجوب الكفارة على المجامع ناسيا أو ساهيا إذا ثبت نسيانه في نهار رمضان، يرد عليه على 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 هذا الاستدلال بأن النبي عليه الصلاة والسلام لما أقبل عليه هذا الرجل وحكم عليه بهذا الحكم لم يستفسر منه ولم يستفصل أكان فعلك عن عمد أو نسيان، والأصل هو أن الحكم للعموم، فترك الاستفصال ينزل منزلة العموم في الاستدلال كما يقول أهل الأصول، وهي قاعدة قديمة من أول من قالها الإمام الشافعي، ذكرها صراحة، واستدل بها العلماء أيضا من غير الشافعي. فهنا حكى بأنه حكم ورد على جواب سؤال، فقال الرجل واقعت أهلي في نهار رمضان، قال هل تجد عتق رقبة؟ ولم يستفصل منه النبي أكان فعلك هذا عن عمد أم عن نسيان، لم يستفصل. فإذا لم يستفصل فإن ترك الاستفصال ينزل منزلة العموم في الاستدلال، ولأن الحكم من الشارع إذا وقع عقب واقعة أو ورد عقب واقعة تحتمل أحوالا مختلفة أو متباينة في الحكم كان حمله على العموم أولى. فالأعرابي قال وقعت أهلي، هلكت، قال وما أهلكك، قال وما ذاك، قال وقعت أهلي، وطئت أهلي في رمضان نهارا، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام هل تجد عتق رقبة؟ فسواء كان ناسيا أو كان ذاكرا وتعمد فالحكم واحد لا يختلف، وهذا من أدلة القائلين بأن الناس والذاكر للصيام كلاهما سيان، كلاهما سواء في الحكم لا يختلفان، وأن المجامع في رمضان سواء كان ناسيا أو كان ساهيا أو كان ذاكرا لصيامه فالحكم واحد. والله ولي التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
القصحين هذو استو اعتدل تراص الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر
الله أكبر. الله أكبر. موجبات رحمتك ما زال. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، وجاهدوا في الله حق جهاده، هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم، هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس، فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. لا رب اغفر وارحم وتجاوز. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام على النبي. عبده ورسوله ما صليت عليه. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. ظلمنا أنفسنا. الله أكبر. السلام عليكم.